عارفه شهيره، اقول لك على حاجه غريبه حصلت لي اول لما شفتك يوم المطر في المصنع. اول ما دخلت عليا وانت شعرك مبلول حسيت ان انا عارفك، وحسيت ان انا عايز اعرفك، يعني عايز اتكلم معاكي. عندك حق، ساعات الواحد بيبقى أحسن له يتكلم مع حد ما يعرفوش قبل كده، بالذات لما صحابه من أيام الجامعة يتشغلوا وكل واحد يتلهي في حياته. طيب إيه رأيك نتعرف على بعض أكتر؟ أوعدك مش هتندمي.